مس مس على كل وشاء دحيح الافلام. تخيل يقول لك انك هتعمل عمليه بسيطه وبتتعمل كل يوم في اكبر مستشفى حكومي فيك يا بلد وتحت ايد اكبر متخصصين في المجال بتاعه، هتفرح اكيد، بس اظن فرحتك مش هتطول لما تعرف ان المستشفى دي فيها ناس كتير بتدخل تعمل عمليات فيها وبيكون صحتهم كويسه وعملياتهم سهله وبيخرجوا بغيبوبه ما بيفوقوش منها ابدا. ده بالظبط اللي حصل في فيلم كوما، واحد من اكتر افلام الغموض والرعب النفسي اللي صدرت سنه 1978، وبالرغم من صدوره زمان قوي بالنسبه لك الا انه فيلم حلو جدا. وبيبدا بدكتوره لسه في سنه الامتياز ورايحه على مستشفى بوستن في عربيتها وهي اخر روقان ومزاجها عالي العال وبتسمع الاخبار في الراديو، واخبار الراديو غريبه كالعاده والناس اللي شغاله فيه اصلا غريبه هي كمان، ومعرفش بصراحه بيكونوا جايبين النشاط ده كله منين اصلا. وبعدين بتدخل المستشفى ونشوفها وهي بتشرح الحاله للطلاب والدكاتره اللي في المكان وتقول لهم انها حاله بسيطه، وبالفحص اليومي بتاعها لنسبه البول وكرات الدم البيضاء والحمراء بنعرف ان الحاله مش خطيره قوي، فمش هنعمل العمليه النهارده وهنشوف حالات مستعجله اكتر. وبعدين بنشوف صاحبتنا وهي بتعقم ايدها وبتلبس لبس التمريض مع الممرضات علشان تخش تساعد الدكتور بتاع الجراحه وتتعلم منه، وبتبدا العمليه وشكلها بسيطه وبتعمل الدور البسيط المسند ليها في العمليه. وبعد ما خلصها بنشوفها مروحه مع حبيبها البيت، وهو بيقول لها ان الكام دكتور جداد اللي جم عملوا لي اختبار وقالوا لي ان نائب الجراحه الجديد ده ممكن ما يكونش انا، وبعدين رئيس القسم بتاعي برضو الجديد ده سالني بعدها على حاجه وقلت له على الغلط اللي فيها، هو فاكرني هاوي وهم فاكريني اتعصب بسرعه وما يعرفوش ان كل الشغل ده انا هرسه كويس، وان في كذا واحد قبل شفتهم بيلبسوا نفس الخوازيق دي. قال لها معلش ما تجيبي لي البيره لحد ما استحمى، قالت له لا هاتها لنفسك انا كمان عايز استحمى. قال لها انا كان يومي طويل وعندي عمليتين، واحدة منهم الساعة 4 الفجر في الشريان الأورطي. قالت له فكك مش قصتي، ودخلت قبله استحمت وقالت له إنها كمان كانت مشغولة وعليها طلب طول اليوم في العمليات. وبعدين بيقول لها طب هتعملي الأكلة؟ قالت له يخرب بيت كسلك والله يا عم، ده محطوط في التلاجة، طلع وسخنه مش هتخس، حسسني إنك بتعمل حاجة. قال لها أنا بعمل كل حاجة، أنا زهقت. قالت له ماشي وسع ما تسخنش حاجة. وبتلبس هدومها وبيقول لها كل ده علشان ما جبتش لنفسي البيرة وسخنت العشاء. قالت له لا، علشان أنا مش حاسة باحترامك ليا والمشاعري، انت كل ايامك زي بعض وكلامك كله عن سياسات المستشفى ومين طلع ومين نزل ومين مكان مين، وعايزين نخدمك اخر اليوم انا فين في حياتك اصلا، وسابته باتت في شقتها. وفضل يرن عليها وما ردتش عليه ولا عبرته اصلا، علشان نشوفهم تاني يوم في المستشفى وهو بيعتذر عن اللي عمله امبارح، وهي كمان بتعتذر عن كلامها وبيقول لها طب نتقابل نص اليوم. قالت له لا صعب، عندي كرسي الزومبا وانت عارف ده الحاجه الوحيده اللي بعملها بره المستشفى. وبنشوفها مبسوطه في سيشن الزومبا، علشان بعدها نشوفها بتتكلم مع اللي بتديهم السيشن وبتطلع صاحبتها وبتقول لها انت لسه مع حبيبك الدكتور سوزان؟ قالت لا بس سبته وكنت في البيت امبارح، بقى رخم قوي. وبعدين الست بتقول لها انها هتعمل عمليه كحت بكره علشان حامل بس مش عايزه جوزها يعرف، وسوزان زعلت بس قالت لها انها عمليه سهله وما تخافش ولا تقلق منها. وبعدين تاني يوم بنشوف دكتور التخدير في اوضه العمليات بيقول لطلاب الامتياز تعالوا دلوقتي ناخد شويه تخدير، اللي على الشمال ده غاز معين بنستخدمه في التخدير، وعلى اليمين الاكسجين، هتجي لك المريضه دلوقتي هتلاقيها واخده حبوب مهدئه قويه بس اي الم هيحصل هتحس بيه فلازم تخدرها علشان ما تحسش بحاجه. وبعدين بنشوف نانسي صاحبه سوزان داخله وبتقول لهم انا سامعاكم خلي بالكم، وهي بتهلوس. وبعدين بيدوها المخدر وبتنام منهم وبيبداوا العمليه. وفي وسط العمليه دكتور التخدير بيقول للجراح يخلي باله علشان هي بتفقد الوعي خالص ويبطل يعمل اي حركه علشان العصب الحائر. وبعدين بيحاولوا يرجعوها تاني انها ما تموتش والحمد لله كل حاجه بتظبط، والجراح بيكمل شغله بيقول انه خلص الحمد لله. بس دكتور التخدير لما جه فوقها ما رضيتش تفوق معاه، ولقى البؤبؤ بتاع العين واسع وثابت مش بيتفاعل معاه، وهنا بدا يزعق والاوضه اتقلبت. هي ما ماتتش بس جالها سكته دماغيه او زي ما بيقولوا شخص ميت اكلينيكيا. وبعدين بنشوف مارك حبيب سوزان في العنايه المركزه بيكشف على عيانه، وبعدين بيلاقي جنبه نانسي وبيبقى عارف انها صاحبه سوزان، وبيشوف الدكاتره بيقولوا ان جالها سكته دماغيه. وبعد ما بيتصنت بيسيب المريض اللي معاه بعد ما بيطمنه وبيروح ناحيه سوزان ويقول لهم مالها دي اللي جابها هنا؟ قالوا له سكته دماغيه مع ان كل حاجه اتراجع عليها. عامه دكتور جورج بعت ياخد ملاحظات التخدير كلها علشان يشوف المشكله فين. وبعدين بيتصل مارك بسوزان تحت في قسم الاطفال، وهي بتقول للولد ان لما يجي كليه مناسبه هيكلموه علشان يغيروا له كليته وما يقلقش خالص. وبتعرف ان صاحبتها فوق وبتطلع تجري علشان تعرف ايه اللي حصل لها، وبيكون مارك واقف بيتفرج على تقارير العمليه ومش لاقي اي حاجه مش منطقيه في الورق او الملاحظات او ملاحظات التخدير حتى. وبعدين بتيجي سوزان وتقول لهم عملتوا رسم قلب، عملتوا مش عارف ايه، قالوا لها عملنا كل ده وكل حاجه طبيعيه عادي. وبعدين بتقرا الملاحظات وتخرج تقعد بره وتفحص
عصا تاني كويس. وبيخرج ماركو راو يقول لها في ايه ما تزعليش، قالت له انا مش زعلان انا هادية، انا بس بحاول افهم ازاي واحدة سليمة تخش المستشفى تعمل كحت وتموت. قال لها اعوذ بالله نكفر عمرها كده يا ستي؟ قالت له يا سيدي فاهم ان الاعمار بيد الله، بس دي حاجه غريبه برضو مش طبيعيه خالص. لا وبعدين مطلوب هنا في المعمل تحليل مطابقه انسجه قبل العمليه، ده ماله بالكحت؟ قال لها عادي بتحصل وبيعملوا تحاليل غلط، وبعدين انت عارفه ان ده مش دليل ان ده اللي موتها او ليه سبب في اي حاجه. قالت له ايوه بس بفهم ايه الحقيقه وليه ده حصل. قال لها ايه دي، ده عرض عادي بيحصل، هي دي اصلا الحاله اللي من ضمن 100,000 اللي بتتاثر بالاعراض الجانبيه للتخدير. قالت له طلعني مجنونه بقى عشان واحده ست ومش عاجبك كلام. وبعدين بتقول له روح المعمل اشوف عمله ده ليه. قال لها بيقفلوا سته، قالت له هحاول برضه. وبتروح المعمل للدكتور اللي زني صاحبته وبيقول لها معرفش ده اتعمل ليه، انا ماليش دعوه بالقصه دي، انا بيجي لي طلب من الكمبيوتر اعمل تحليل لمريض وبعمله. قالت له عن الكمبيوتر المركزي اللي خلى التحليل يتعمل، وبتروح هناك تقول له عايزه اسم المريض كذا ورقمه، يقول لها معرفش انا هنا بشفرهم بس وببعتهم مش اكتر وبعدين ممنوع. قالت له طب تقدر تجيب لي لسته بكل الناس اللي خرجت بغيبوبه اخر السنه في المستشفى؟ قال لها اه بسيطه، واداها لها وسالها هي متجوزه ولا لا، بس ما ردتش. ورجعت بالنتائج لماركو وقالت له شفت كم حاله كانوا داخلين يعملوا عمليه وحالتهم سليمه وخرجوا في غيبوبه. قال لها يخرب بيتك انت جبت الورق ده منين، ده كده تصرف غير قانوني. قالت له مش وقت قانوني ولا لا، المهم توصل للحقيقه. قال لها انت كده ممكن يرفدوك يا عبيطه فوقي. وبعدين بنشوفها في اوضه مريض بيشرح حالته انه اتصاب في فخده وهو بيلعب كوره وشكله راجل رياضي وصحته بومب يعني، بس بيجي واحد يقول ان مدير المستشفى عايزها وبتروح وهي خايفه وتدخل المكتب معاه. وبعدين بنشوفه بيقول لها في يا ست الكل انت من اشطر دكاتره الامتياز عندي، مش عايز اخسرك خالص، امبارح حصل دخول غير مصرح بيه لبيانات مهمه جدا في المستشفى، ولما مشينا ورا الدخول ده ورحنا للموظف قال ان انت اللي اضطريتي لده وكنت وراه. قالت له ايوه فعلا. قال لها ما ينفعش ده ممنوع خالص، عامه هاتي المعلومات دي لانها ما ينفعش تبقى معاكي، مسؤوليه علينا كلنا كمان. وبعدين انا عارف انك مصدومه في موت نانسي صاحبتك، بس لازم نتأقلم، لازم نحاول نشوف شغلنا وما نشغلش دماغنا بحاجه تاني. وقال لها انها لازم تكلم دكتور المستشفى النفسي، بس قالت انها كويسه. وقال لها لا ده مش بمزاجك، ده قوانين علشان الناس تفضل مكمله في المستشفى. وبتخرج وهي متضايقه وبتروح تتكلم معاه والراجل بيسمع منها، بس هي بتقول انها حاسه ان محدش مهتم ان واحده سليمه دخلت عمليه بسيطه وخرجت في غيبوبه. قال لها ما يمكن انت اللي مكبره الموضوع، المستشفى بيحصل فيها 30,000 عمليه سنويا والطب مش مثالي، جايز بس علشان انت عارفاها ايه تميتي. وبعدين بتخرج وبيخرج هو يكلم المدير، والمدير بيقول له انت شايف انها خطر علينا؟ قال له لا تمام، هي شويه صدمه وهيروحوا لحالهم ما تقلقش. وبعدين بنشوفها مع مارك اللي بيقول لها تهدى وتركز في شغلها وممكن بالليل يتعشوا سوا في مطعم المستشفى، بس هم ماشيين بيشوفوا دكتور جورج بتاع التخدير واقف وفي مريض قدامه حصل له نفس اعراض وحادثه نانسي. وبتكتشف سوزان انه المريض اللي شافته من شويه وقعدت مش مصدقه وتقول لمارك شفت اهو اتنين في يومين ورا بعض. قال لها صدفه عادي ما تضايقيش مخي كده، قالت له اجري اجري وانت عبيط كده. وبعدين بنشوفها في مختبر التخدير بتحاول تاخد ملاحظات، بس عرفت ان دكتور جورج هناك. وقال لها الملاحظات دي بتاعتي، انت فاكره اني قاعد هنا بلعب ولا بتقللي منك يا دكتور؟ انت فاكره ان لو في غلط مش هنكشفه يعني؟ الورق ده يتراجع من كل اللي ليهم علاقه بالتخدير في المستشفى وما كانش فيه مشكله، يا ريت بقى تهتمي بشغلك وما تحشريش مناخيرك في كل حاجه كده. وبعدين بنشوفها مع مارك في المطعم وبيقول لها يخرب بيتك دكتور جورج ده المدير القديم، امراته غنيه جدا يعني يقدر يعمل اي حاجه، مشي حالك علشان حالك يمشي. وبعدين بنشوف مارك مع مديره بيقول له انا طول عمري عارف انك هتاخد مكاني بعدي يا مارك بسبب انك مجتهد، بس عايزك ما تخليش حاجه تاثر على ده وحبيبتك بتاثر على ده، حاول تاثر عليها وتهديها علشان عامله مشاكل لنا كلنا. قال له هحاول يا فندم ما تقلقش، هي حاسه ان في مؤامره بس هحاول. وبعدين بنشوف سوزان بتسال على جثه نانسي، الممرضه بتقول لها انها راحت معهد الناس الميته اكلينيكيا، بس ممرضه ثانيه قالت لا دي ماتت الساعه 6 الصبح ونزلت تحت على التشريح. وبتنزل سوزان تدور عليها وبتلاقيها مع واحد صاحبها شبه ممثل مصري قديم هموت وافتكره بس للاسف ما افتكرتوش. وبعدين بيشوفه هو بيقطع مخ نانسي وبتقول له بتعمل ايه؟ قال لها انا هعمل كبده ومخ، اكيد بشرح المخ ومش شايف اي حاجه مش طبيعيه عامه للاسف. وبعدين بتساله لو عايزه اموت حد عن قصد من غير دليل اعملها ازاي؟ وفي ممرض ورق لا تشربيه بيبسي او اي منتج من منتجات المقاطعه علشان يموت مع الوقت بسبب الامراض وبسبب اكل وشرب دم الاطفال.
بس الدكتور صاحبها كمل وقال لها ممكن او الاكسيد الكربوني الغاز ده ملوش اي دليل بعد ما يتحط في مجرى الدم ومش هيبان. وبعدين بتطلع تاني للمدير تقول له على شكوكها، بس المدير بيقول لها تهدى وان ده تاثير الصدمه عليها وانها كده بتقول كلام خطير، وبيهديها ويديها اجازه ويقول لها تاخدها علشان اعصابها ترتاح. وبعدين بتنزل تلاقي عربيتها عطلانه وتقعد تخبطها وتضرب فيها، وبعدين بتلمح واحد واقف ورا وماسك جنار وتحسه مستنيها او باصص لها. بعدها بتجري ناحيه محطه الاتوبيس وتركب، والراجل بيحاول يركب معاها بس مش بيلحق. وبتروح لمارك البيت وتقول له، قال لها يا ستي ما يمكن بيتهيألك عادي، هو في حد هيجري وراك علشان يقتلك بالسهوله دي؟ قالت له انت برضه مش عايز تصدقني. وبعدين بتقول له طب والله الراجل هو اللي بوظ عربيتي وكان مستنيني عندها، وليه اصلا ما يكونوش هما اللي بيضخوا الغاز بتاع اول اكسيد الكربون في اوضه 8؟ ما هي اوضه 8 دي اللي بيحصل فيها كل العمليات. قال لها ماشي يلا نروح نشوف. قالت له ايه ده بجد؟ قال لها اه والله المهم تهبطي بس وتبطلي وجع دماغ. وبياخدها ويروحوا على هناك ويعمل اختبار للغاز بس مش بيلاقوا اي حاجه، وبيقول لها شفتي بقى ان كل دي اوهام، على فكره كان في كذا عمليه في يوم موت صاحبتك ويوم موت الراجل التاني وما حصلش للحالات اي حاجه، بالرغم من انهم كانوا هنا. انا عايزك بس تهدي وتشوف الموضوع انه مجرد صدفة وقضاء وقدر بس. قالت له عندك حق. قال لها يلا بقى نروح ناخد الاجازة. وخدها وسافروا جمصة وقضوا احلى ايام حياتهم هناك وعملوا كل حاجة حرام تقدر تتخيلها، لانهم اصلا مش متجوزين، هم مترافقين. وبعدين هم راجعين بتقول له ما تاخدني تعديني على معهد الناس اللي عندهم غيبوبة دي. قال لها ده وقت. وقالت له يا عم مش هتموت، يلا احنا راكبين العربية واحنا رايحين على رجلينا. وبعد ما بتروح بتلاقي نفسها لوحدها في المكان، وقال لها انا مش عايز ادخل، وبتروح تقف كتير على الباب بص للكاميرا. وبعدها بتخرج واحده شكلها سمج قوي وبتقول لها ايه يا حبيبتي عايزه مين؟ قالت لها عايزه ادخل. قالت لها لا الدخول يوم الثلاث الساعه 11 في الجوله. قالت لها طب هاتي الدكتور المسؤول. قالت لها مفيش دكاتره هنا. طب المدير فين؟ طيب. قالت لها مفيش حد هنا. قالت لها انت لوحدك يعني؟ قالت لها لا في بتوع الامن والفنيين طبعا، عامه انا استناك يوم الثلاث برضو الساعه 11 في الجوله وهتعرف انا هنا لوحدي ليه. وبتمشي وهي متضايقه، وبعدين بترجع شغلها. وفي يوم بعد عمليه الدكتور جورج ويف بص لها وهي بتتكلم مع عامل النظافه اللي بيقول لها انا عارف هما بيعملوا الحوار ازاي. قالت له ايه؟ قال لها انا شفتي كنت بتتكلمي مع دكتور جورج وعارف اللي هما بيعملوه، وهقول لك بيعملوها ازاي، تعالي انت بس قسم الصيانه وهتعرفي كل حاجه. وبعدين بنشوف دكتور جورج مركز معاهم علشان المدير يجي بعدها ويسالها ايه اخبار الاجازه، سمعت انها كانت حلوه. قالت له تسلم يا مدير والله كانت زي الفل. وبعدين بنشوف الموظف بتاع النظافه ده بيمسح في قسم الصيانه تحت، وظهر قدامه راجل بيجر انبوبه خضراء. وبعدين الراجل ده وقف وخد جردل الميه ودلقه على العامل، والعامل قال له ايه اللي انت عملته ده ليه كده؟ قال له معلش هم اللي قالوا لي انها لازم تبان على انها حادثه. العامل قال له ايه؟ لسه ما كملش كلامه وراح الراجل شده ورميه في الكهرباء وحصل مشكله في التيار في المستشفى. وجت سوزان شافت الكلام ده واتخضت وكانت هتعملها على روحها. والعامل بيموت وينشف من الكهرباء علشان بعدها يجي البوليس يحقق وياخد اقوال سوزان. وبعدها بيشوف انبوبه خضراء وبيكون شكلها غريب، وبتبدا تمشي ورا الانبوبه دي لحد ما تلاقي واحده شبهها متوصله بانابيب رفيعه كده، وبتفضل ماشيه وراها وتطلع السلم، ولما بتطلع بتقع منها فرد الجزمه وبتعمل حركه ذكيه وتوقع الثانيه وتوقع ملابسها الداخليه وترميها تحت علشان لو حد جه يعرف ان كان في اتنين بيقطوا هنا وما يقولش ان حد طلع السلم. ولما بتوصل لاخر الانبوب بتلاقي انه بيدخل على اوضه 8 وفي حاجه زي ريموت او سويتش موجود بيخلي الانبوبه تفرز غاز عادي او غاز اول اكسيد الكربون. وبعدين بتنزل تاني وتدخل اوضة الدكتور جورج غصب وتشوف الورق وتلاقي ان كل حالات الغيبوبه كانت فعلا في اوضه 8، وده شيء مش طبيعي. وبعدين بتحس ان حد وراها بتطلع تجري بهستيريا مع انها ما شافتش حد. وفي الاخر الحمد لله بتلاقي واحد صاحبها بيكرش عليها وبيقول لها ايه بتجري ليه؟ قالت له في واحد عامل نفسه بتاع امن بيطرد. لما بنبص عليه بيطلع فعلا بتاع امن. وبعدين بعد ما بتتمشى مع الدكتور ده بنشوف واحد فعلا كان ماشي وراها بس هي ما كانتش عارفه، هي حاسه بيه بس. وبتروح مبنى تاني مع الدكتور وبيقف يتكلم في التليفون علشان نشوفها. بعدها بتقول له ثواني وبتمشي لقدام، وبعدين بترجع لورا وتبدا تجري بعدها. وبنشوف الراجل اللي كان بيطاردها ظهر وسلم على الدكتور وكانه عامل في المستشفى بس هو رايح يدور عليها اصلا. وبعدين بيخش اوضه قبل ما يخرج من المبنى وبيكون زي قاعه محاضرات ضخمه بس هو مش شايف حاجه وكانت فاضيه خالص. بس سوزان كانت مستخبيه ورا البروجيكتور وهو لما شغله بالغلط ما شافهاش، بس بدا ينور النور ويتحرك وهي ثابته. وفي الاخر
اخر لمحة وبيوفي بصله وهو بيبتسم ابتسامة نصر اللي هو خلاص انت هتموتي يا حلوة، وبيجري وراها بس بتجري وتدخل اوضة عامل المدرج وتقفل على نفسها وبتفتح فجأة وهي في ايديها طفاية حريق وتفتحها في وشه علشان يرجع لورا ويقع من على السلم ويتقلب ويتخبط في الاخر وتقدر هي تخرج بره بسرعة، وبتفضل تجري لحد ما بتخش اوضة وهو بيخرج وبيخش نفس الاوضة برضه، وبتطلع المشرحة وكلها جثث نايمين ومتغطيين، وبيبدأ يشد الغطاء عن جثة وبعدين جثة تانية، وبعد ما خلص كل الجثث راح على تلاجة الميتين وفتحها وسوزان كانت جوه ومتشعلها في اخر جثة خالص، وبعدين اول ما وقف قدام الجثث حس بحاجة وضرب نار بس طلعت جثة وهو اللي تخيل بيها، وبعدين بيزق سوزان عليه كل الجثث وبتقع عليه الجثث كلها وما بيقدرش يقوم من طولها علشان تخرج سوزان بره التلاجة وتقفل عليه الباب بالترباس، وبترجع لمارك البيت منهارة وبتعيط وبتصرخ وتقول انهم بيحطوا اول اكسيد الكربون للمرضى من خلال انبوبة في مبنى الصيانة، وفي راجل كان بيطاردني وهيقتلني وبتحكي له كل اللي حصل اللي هو بيهديها ويخليها تسكت ويقول لها اديكي دواء بس بترفض، وبيقول لها اهدي بس طيب خلاص واعمل لك كوباية شاي بس اهدي وكل حاجة هتبقى كويسة والله، وبتهدى وبعدين بتسمعه بيتكلم في التليفون مع حد وبيقول له هي عندي وكويسة ما تقلقش، وهنا هي بيشك في مارك اصلا، وبعدين بتقوم اول ما يعمل الشاي تجري بعيد عنه وهو بيقعد يصرخ ويندى عليها من السلم من فوق، وبتصحى سوزان تاني يوم مخضوضة لله كده زي الامهات لما بتيجي تصحيهم دايما حتى لو بصوت واطي، وبعدين من اللي هي راحت الجولة في المعهد اللي بنعرف انه معمول علشان حالات الغيبوبة والرعاية بيهم لانهم يفضلوا شغالين اماكن في المستشفيات الحكومية على الفاضي ناس تانية محتاجاها، فمثلا لو في مريض اهله حابين يزوروه بقى هنا بنجيبه ونحطه في السرير كده ونعمله كانه مريض علشان ما يتصدموش او يتضايقوا لما يشوفوه في حالته الحقيقية اللي بنحطه فيها، وبعدين بيلبسوا نظارات تحميهم من الاشعة فوق البنفسجية، وبيخشوا بنلاقي جثث الناس كلها متعلقة وبتقول لهم ان كل حاجة هنا شغالة اوتوماتيك، يعني مثلا انا لو دوست عند حتة معينة على الجسم ده والضغط بتاع الشخص اختلف الجهاز هيتحرك علشان يخلي الجثة ضغطها يتعدل تاني، هو ساعات بيتأخر بس هو دايما شغال وهو اللي بيدخلهم السوائل وكل حاجة في الجسم، وبعدين بتقول لهم ان مفيش عمالة علشان كده مفيش غير فنيين وانا وامن، قالت لها طب وباقي المبنى؟ قالت لها فاضي عادي، وتقريبا تكلفة الفرد الواحد من الناس دي هي $60 في اليوم، بس لما بنحجز 1000 مريض مع بعض بيكون سعر المريض الواحد $5 في اليوم فهي بلاش والله، وبعدين بتقول لهم يلا علشان دلوقتي كده الجولة بتاعتكم خلصت، وبيخرجوا كلهم بس سوزان بتقلع لبس الزيارة وبتمشي في المبنى تتمشى وتشوفه، والكاميرات من حظها مش بتعرف تلقطها، وبعدين بتلاقي اوض كتير قوي ومن حظها انها بتخش اوضة وبيتكلم فيها اتنين وواحد فيهم بيقول للتاني هو القلب ده رايح فيه، وواحد تاني قال له نيويورك اظن، وبعدين بيقول له كويس، وبتخرج تروح اوضة تانية وبتلاقي فيها الراجل اللي كان في المستشفى ومات هناك وهما بياخدوا اعضائه حاليا، وبعدين بنشوف الست المستفزه بتعمل مزاد على الاعضاء واكتر فلوس بتيجي بيودوا العضو ليها دليفري، وبعدين بتشاف سوزان في الكاميرات وبيبداوا يطردوها وبيقولوا عايزين نمسكها وهي حيه، وبعدين بتقعد تجري منهم في المبنى وفي الاخر بتستخبى فوق الاجسام اللي موجوده في اوضه الاشعه فوق البنفسجيه دي، والست كانت قربت تمسكها بس ما عرفتش، وبعديها على طول بتجري ناحيه الاوضه اللي فيها الراجل وتقفل على نفسها، وبتسمع صوت سرينه اسعاف وبنشوف عربيه اسعاف جايه بترجع شويه اعضاء على المستشفى علشان يروحوا من المستشفى للمكان اللي هيتباعوا فيه على طول، وبيبداوا يعبوا الصناديق في عربيه الاسعاف وهي بتكون وصلت عند العربيه واستخبت فوقيها، ولما العربيه خرجت هي كمان خرجت معاها الحمد لله وما يدروش يقتلوها او يمسكوها، وبتوصل المستشفى وبتركب الاسانسير بس بتلاقي نفسها مع دكتور جورج جواه وبتبقى خايفه جدا على نفسها، بس الحمد لله بتدخل اسره معاهم، اول ما بتفتح الباب بتخرج بسرعه قبل ما ليلى تخرج وتبقى مع دكتور جورج لوحدها في الاسانسير، اول ما بتخرج بتجري على مدير المستشفى وتقول له يا عم شفت اللي حصل، الدكتور جورج ده شكله متبخه مع المعهد وبيتاجروا في الاعضاء، انا شفت بلاوي كتير فشخ لازم تعرفها وتساعدني فيها، قال لها انت دلوقتي فضحتي لي قد ايه العالم ده وحش وصعب ولازم اخد قرارات معاكي واساعدك، انا اسف يا بنتي اني ما كنتش مصدقك خالص الفتره اللي فاتت دي، بص انا هعمل شويه تليفونات علشان نلحق الجريمه دي بس ثواني، قال لها خدي اشربي الكاس ده اعمله لك بايدي وهيأديكي، وبيروح يعمل كام تليفون وهي بتبدا تشرب، وبعدها بتحس انها بتهلوس وبتشوف اسم المدير وبتاخد بالها ان اول اسم من اسمه جورج، قالت له انا ازرق هو انت جورج اللي ماضي على التقارير يعني مش بتاع التخدير، قال لها انا اول ما بقيت دكتور كان مرتبي قليل بس لقيت السكه اللي تكبره هي السكك الشمال،
المشكلة ان السكك الشمال دي ما بتبقاش فيها لوحدك، فعلشان كده عملنا المعهد ده وبقيت اتاجر في الاعضاء انا ودكاترة كتير هنا ومعانا المعهد واللي شغالين فيه. يعني كله بيستنفع الاعضاء دي بيدفع فيها مئات الالاف علشان الاغنياء يستخدموها. ليه بقى ما نستخدمش ده ونستغل؟ وبعدين بنشوفها بتقع وبيقول لها الدواء اللي حطيتهولك في الكاس ده هيتعب لك ازاي، ده جامد. وبعدين بيتصل بأوضة العمليات ويقول انه هيعمل عملية بنفسه للدكتورة سوزان علشان ازاي ده ملتهبة، وبنشوف مارك واقف جنبها وبيقول لها ولا انا مدير المستشفى هو اللي هيعمل لك العملية بنفسه. قالت له يا ابن العبيطة ده هيموتني علشان كشفتهم. قال لها دي بس، وضغط على بطنها وقال لها اوه ازاي ده ملتهبة. وبعدين المدير بيجي وبيقول لهم يلا يا جماعة جهزوا لي أوضة 8. قالوا له هيتعمل فيها عملية تانية. قال لهم لا لازم أوضة 8. وانا بيستغرب ماركو بيعرف ان تقريبا كلام سوزان طلع صح. وبعدها بيفتكر كلام سوزان اللي قالته يوم ما جات له اخر مرة لما قالت له ان الأنابيب في أوضة الصيانة، وبيجري بسرعة علشان يروح أوضة الصيانة يدور قبل ما يحط لها الغاز في العملية. وبيوصل الحمد لله والعملية شغالة وبيبدأ يشوف الأنبوبة فيه. وبعدين بيشوف سوزان في نص العملية غابت عن الوعي، وبعدها بتفوق ويكملوا وهيضخوا الغاز في الآخر. وبعدها على طول بيشوف مارك الأنبوبة ويروح يلاقي الجهاز اللي بيبدل الغاز ويشده ويكسره وهو متعصب إنه ما صدقهاش من الأول. وبعدين بيروح لسوزان اللي مدير المستشفى بيستنى إنها ما تفوقش، بس بيصدم إنها فائت بعد العملية وبيلاقي بره مارك ومعاه البوليس. مارك بيدخل يطمن على حبيبته، بعدها البوليس بيقبض على المدير بعد ما كله بيعرف الحقيقة. لغاية هنا بيكون فيلمنا خلص. أتمنى يكون عجبكم. ما تبخلش النار اللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيرة جاية قريب. اشوفكم على خير ومع السلامة.